لعيبه على الاطلاق تاريخ النادي الاهلي. سيستم النادي الاهلي بمعنى منظومه كلها من اول اداره نادي لجهاز فني بيشتغل في معسكر لمدير كوره بيشوف شغله للعيبه مستبعده من بره القايمه زي وليد سليمان ومحمد الشناوي. وليد سليمان دخل اوضه اللبس ما بين الشوطين واتكلم مع اللعيبه ان احنا قفش قال كده امبارح مع شادي في خد خبرات اللي عملها مع مانويل جوزيه ان احنا اضغط لا لازم عندنا فرصه نجيب اهداف وبتاع. ده كله سيستم منظوم ان لاعب على فكره وليد سليمان كان جاهز وبرغم كده جهاز الفني استبعده من المعسكر لا اعترض ولا عمل مشكله ولا بتاع. ده السيستم السيستم بتاع النادي الاهلي. بعد المباراه كابتن الخطيب خد قرار ان زي ما انتوا غلطتوا عاقب كذا المكافاه. سيستم النادي الاهلي عشان ما نظلمش لعيب واحد او اثنين او ثلاثه سيستم النادي الاهلي هو البطل للحكايه. تمام.